كابتن وليد حقق حلمه وجه النادي الاهلي وخلاص وتألق وعمل بطولات كتير مع النادي زي اي لاعب اكيد بيجي له عروض يعني عروض من انديه مختلفه سواء جوه مصر او بره مصر. امتى جات لك عروض كانت جاده جدا ان انت يعني خلاص الناس عايزينك فعلا ورفضت ليه؟ جالي في 2014، كان عقدي خلص مع النادي، وكان جاي لي عرض من فرقة في قطر، وطبعا الكابتن علاء قعد معايا وقال لي احنا محتاجينك ولازم تجدد وكده، وفعلا كنت مدي كلمة للناس ان طبعا الفترة دي ما حدش جه يتكلم معايا من النادي، وقال لي كان الوقت خلاص، يعني بقي لي بالظبط بتاع 3 4 شهور في النادي ومحدش اتكلم معايا في النادي في حته التجديد، وكنت ماشي واديت كلمه للناس في قطر. لكن كابتن علاء لما رجع واتكلم معايا طبعا اعتذرت للناس وقلت لهم لا انا مكمل في النادي كده. لو كان عرضين حلوين جدا وفي وقت كويس وانت متألق الأهلي وأي حد تاني في مصر، لا هو الحمد لله الواحد يعني اتعلمنا من الجيل اللي قبلنا لازم يكون في مبدأ في حياتك. الحمد لله الواحد عنده مبدأ ان زي ما الناس كلها عارفه ان انا عانيت عشان اجي النادي الاهلي، ما ينفعش بعد ما اجي النادي ابقى ابص لحاجه تانية. لكن العرض كان عرض مغري للامانه يعني في قطر، وطبعا انا مش بقول الكلام ده عشان الناس تقول لا هو خلاص هو عدى وبقاله سنين يعني، لكن الواحد طول ما يعني المسؤول جه بيقول النادي محتاج خلاص، ما هو الواحد ما فكرش في حاجه تانية. حاجه دي حاجه بالنسبه لي حاجه مهمه، لما يجي مسؤول يقول للنادي محتاجك تكون موجود خلاص، دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. طب خدت حقك في اللعب الدولي؟ شايف ان انت خدت حقك فيه؟ الحمد لله انا راضي على اصل بص هقول لحضرتك حاجه، عمر الدايره بتاع الانسان او البني ادم تكتمل في الكوره او في اي حاجه تانية. الحمد لله يمكن لو لعبت كتير في مع المنتخب ممكن ما كنتش حققت حاجه في النادي او حب الجمهور او حاجه، لكن الحمد لله الواحد عنده رضا من جواه وعارف ان عمر الدايره ما تكتمل لاي حد يعني الحمد لله. كابتن وليد انت اتدربت مع مدربين كتيره في النادي الاهلي، مستر مانويل جوزيه بعدها عدد كبير لحد دلوقتي مستر موسيماني، مين انطباعاتك ايه على كل حد فيهم؟ مين اللي كان فيه معاه مشاكل؟ مين استفدت ايه من كل حد فيهم؟ لا هو مفيش مشاكل الحمد لله، هو طبعا بتبقى وجهات نظر يعني، ممكن هو شايف حاجه كويسه وانا كلاعب كره شايف يعني بتحمل مسؤوليه شخصي، لكن هو بيبقى بيتحمل مسؤوليه 30 لعيب، عشان كده ممكن لعيبه تختلف عن بعض، ممكن واحد يزعل او يبقى بينه وبين المدرب زعل او مشكله، لكن الحمد لله يعني هي وجهات نظر وتحترم، والواحد زي ما بيقول انا شغال في النادي وكلنا تحت يعني تحت مظله النادي، ان كان هو مدير فني ولا لعيب ولا مدرب ولا مسؤول، كلنا بنشتغل للنادي وبنحاول نحقق حاجات للنادي. في الاخر انا لعيب وبنتظر فرصتي، وفي الاخر عندنا يعني يا اقنعه يا ما اقنعوش الحته بتاعتي انا، لكن في الاول والاخر انا اتعلمت من كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم هنا في النادي، وكلهم لهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبشكرهم كلهم طبعا.